صباح الخير، صباح النور صحباتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة؟ لاباس، كلشي لاباس. المهم انا ما كنتش غادي نصور معكم، ولكن عجبني هذا الجو هذا وهذا الطريق، وغادي نصور معكم الطريق ان شاء الله. المهم خليكم معايا، غادي نصور معكم واحد شويه ديال الجبال، وهذا يعني الطريق بالنسبه للطريق اللي كندوز معاها انايا. هادشي اللي كاين، راه كنت ماشية لشي غرض الصباح بكري، دونك خليكم معايا ما تمشيو فين. انا غادي ندير الديبار شويه ندخل، وغادي ناخذ معكم لقطات للجبال، يعني واحد الطبيعه اللي هي خلابه بزاف. دونك انا غنقلب الكاميرا وخليكم مع الفيديو. هذه هي الطريق الراديو، هذه هي الطريق. انا كيعجبوني في الصراحه، واخا الجبال والفراجات، ولكن الطبيعه. دونك هانتوما معايا في الطريق، وخليكم معايا. كنتمنى لكم عواشر مبروكه، ان شاء الله تعيدوا تعودوا بالصحه بالسلامه بكل ما تمنيتوا يا ربي، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، والاستهار والسلم للعالم يا مولانا. هذا الشيء اللي كاين كيف ما راكم تلاحظوا، طرقان. دونك انا خصني نوقف الكاميرا في فاش كيكونوا الطوموبيلات جايين. الصراحه انا باغا نوقف، دابا غنخرجوا دابا من هاد الجبال هادو. هي الكاميرا ضيرة بزاف، يعني ما تقدروش تشوفوا الجبال. بصراحة كنت نصور ملي كنت جاية، ملي كنت جاية كنت نصور. دابا كنت هابطة من الجبل، حيت ملي كنت جاية كنت طالعة. هادشي اللي كاين. هانتوما الجو كيداير، شوفوا كله فازق، يعني الجو كيداير. هادشي اللي كاين، قدرش تخرجي. هانتوما هذا النعناع، يعني النعناع صافي راهو تحرق مبقاش خدام. بالنسبه للروينه تاع الجرده، هذا البنات لاطيراس، احنا جمعت كل شيء كيف ما راكم تشوفوا. هانتوما هذا لاطيراس راني ما صورته معكم، هو هذا البنات، يعني دابا رانا كاينه في التحت في الارض. هاد الشيء اللي كاين، ها لاطيراس ديالي هو هذا. دونك ندور نوريه لكم من هنا، هذا هو لاطيراس اللي صايبت، يعني بالنسبه للكبر راه هو كبير ما شاء الله. فيه جوج صالات كيف ما راكم تلاحظوا، جوج ديال الصالات، وكاينه مازال هاد البلاصه هاد القنت خاوي. بالنسبه لهاد الكراس انا صايبتهم، خرجتهم من الجرده، كانوا ديال الدار. فيه جوج صالات، وفيه مازال هاد الكرسي هذا اللي كيزعلل كنجلسوا فيه، مره كنجلس فيه. شي وريده حطيتهم هنا. هذا هو لاطيراس اللي قلت لكم ما شاركتش معاكم، غنوري لكم من الفوق. وراه كيتحل وكيتسد، شفتوا راه كيتحل وكيتسد، ولكن الشتا ما كطيحش هنايا، الشتا ما كيناش ما طيحش. هاد شوفوا كيفاش داير، كيتحل بحال شكل الريدو وكيتسد، فهمت؟ هاد الشيء اللي كاين، يعني راه هو كيتحل وكيتسد. هذا هو اللي يلاه صيبته، راه لصقوا لي في الحيط. هذا قلت لكم نشاركوا معكم. والبنات اش غنقول لكم، هاد الشيء كله خصني نشطبو، خصني نخرج لا ماشين ديال البرد ونضرب الشطابه هنايا، وندور الكونوار ديال الدار ثاني اللي عند الباب ثاني، نمشي نشطب باش كنحيدوا هاد الوراق ديال سميتو ديال اللي كيطيحين ديال الشجر. دونك هذيك الطبله ديال الجرده، والجرده ما نعاودش لكم البنات، راها مسخه حالتها، يعني ما نقدرش نمشي نطوي فيها. دونك هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الوقت ديالنا ديال البرد. المهم باش غادي نطوي، هذا راه غير الريدوات، ومن بعد غادي نحيد له الريدوات، ونحيد له هكا الريدوات وندير له البلاستيك. هذا الشيء اللي كاين، من بعد غندير له البلاستيك. هذا الزعتر جبته هنايا، جبت هاد الوريده تاهي هنا، كتعرفوني انا كنحمق على شي حاجه سميتها الورد.
وهذاك الشيء اللي كاين. دابا ندخلوا دابا للدار باش غنقول لكم. دخل دابا للدار، دابا يلاه جيت نوريكم واش باقي كيتسناني، واش باغا نشارك معكم. انا راني دايره الجربه تاعي هنايا، شتو دايره الجربه تاعي هنا كيف ما راكم تلاحظوا. حنا راه كنديروا الضو بنهار، شفتوا الصالون راه ما فيش الضو، غير شويه الشراجم يعني ما كاينش الضو، كنشعلوا الضو بنهار حنايا. دونك ها البلاصه اللي باغا نصايبها انت واش كيتسناني. هذا الكراج كيتسناني البنات، الصابون، الروباساج، كيتسناني الروتوج ديال الناس. هو هذا يعني هاد الخياطه، هادشي غادي نحبسو، هادشي اللي كيتسناني نهاري كله كيفاش كندوزو، نجري نجري نجري. كيتسناوني هاد الماكنه الخياطه دابا، وهادشي وهادشي اللي كاين البنات. ونشارك معكم واحد الريحه رانا شريتها، واحد الصباط رانا شريتو. ما تضحكوش راه يلاه دخلت. راني نايضه معسته الصباح. انتم البنات هاد الصباط قولوا لي كي جاكم، اوب قولوا لي كي جاكم. رانا شريت هاد الصباط، شريت كذلك هاد الريحه رانا حليتها درت منها في الصباح. قولوا لي كي جاكم هاد الصباط، بلاتي نمشيو لهيه يمكن غنقوي عليكم. قولوا لي كي جاكم هاد الصباط، انا غادي نصوروا لكم. المهم البنات ها هما الحويجات اللي تفركست على راسي بيهم، يعني هاد الصباط انا هي كنشري ضروري خصني حاجه غاليه، ولا ما كانتش غاليه كضرني في رجلي. انتم دابا هذا هو المغازه منين كناخذ شويه، راه غاليه. هذه هي المغازه ديالي. دونك هاد الريحه دابا انا شونجيت موتشو غابانا وكوكو شانيل، هاد المره شونجيتهم بهاد الريحه هذه. ها هو الاسم ديالها، غزاله كتحمق. انا غير خديت ديك كوكو شانيل وعطوني الشونتيو وعجبني هي الصراحه. المهم الا بغيتي الحاجه صغيره راه ما كتكونش غاليه. هذه هي الريحه، هذه صغيره خديتها يمكن ب خديتها ب 65 اورو البنات. هذه هي الحجم الصغير خديته ب 65 اورو، ولكن الكبيره كدير لي مويان كدير 120 اورو. المهم هادشي اللي كاين. المهم انا عاوش نبدل هذوك لي بارفان اللي عندي، هادشي اللي بغيت نقول لكم. والصبيط الصبيبيطه ديالي ها هو، يعني من هنا شوفوا كيفاش داير، يعني من هنا راه هو ديال الثلج كيفاش داير. وفريمون هو ديال سميتو يتلبس مع لي جي سخون، كيتلبس مع لي جي، كيتلبس مع الكساوي، مع كلشي. دونك هذا هو الصبيبيط اللي انا خديته شاركته معكم. عندي شي صبابط كثار حيت الا ما خديتش هاد، الا ما خديتش المشكله البنات، من الاحسن تاخدي حاجه غاليه، تاخدي حاجه غاليه وتكون مثلا غاليه وتكون مزيانه، ولا تاخدي 20 بياسه كتاخديها رخيصه وتا حاجه ما زوينه. دابا هذا هو المشكل انا اللي هذا هو سميتو البروغرام اللي كندير، كناخد شي حاجه غاليه وصافي ما كنعاودش ناخد. يعني ملي كناخد شي حاجه رخيصه ما كناخد شي حاجه كاليتي، كنبقى كنشري في الصبابط كنبدل، هذا يضرني في رجلي، هذا كبير، هذا صغير، هذا يدبرني، هذا يعيني، صافي وكنصدق خاسره اكثر من اكثر من ديك 120 اورو اللي غناخد بها واحد الصباط ولا واحد 150 اورو. اللهم كتاخدي واحد زوين، جوج صبيبطات زوينين غاليين كتبقاي كتلبسيهم ديما ومرتاحه فيهم، ولا كتمشي تاخدي تبقاي كتاخدي كتلقاي راسك خسرتي داك الشيء اكثر من هذيك البياسه اللي غتاخدي. ورانا كندير هكا كذلك حتى في الروايح، كناخد انا هاد الغاليين كناخد ريحه وحده غاليه كدير ليا 6 شهور عام كتبقى في حوايجي كتبقى في هانسي. وهذوك الاخرين اللي كنمشي ناخد انا بحال اكسيون داك الشيء كناخد بحال هذا الشيء، هذيك تخديتها واحد العام من المطار حتى هي زوينه حتى هي كانت غزاله الصراحه. ما بيهاش خداها مع 35 اورو ماشي غاليه، كنت غاده لتونس عطله وخديتها. وبحال هذا الشيء اللي كناخذو ب 16 اورو 15 اورو، هذا كنبقى نديرو في شي وريضه حاجهك في التواليت ولا هذا، لان هذا الشيء ما كيبقاش في الحوايج اصلا، يعني غير شي حاجه وصافي. المهم هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى تخليو ليا الاراء ديالكم. والبنات راه انايا مخليه لكم
البنات رانا مخلي لكم الفيسبوك ديالي، رانا مخلي عليكم في صندوق الوصف او في الكومنتير، في يعني في اسفل الفيديو في الكومنتير تحت من الفيديو كاين تما الرابط ديال الفيسبوك ديالي. اللي بغات تتواصل معايا يعني ديريكت فصفص، كنقولوا اللي بغات تتواصل معايا ديريكت فصفص وتقول لي كيف جاها هاد الصباط، وكيف يعني كيف جاكم الذوق ديالي اصلا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وشكرا لكم. وهادشي اللي كاين ستريس 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 مع ليلى هاي الله تمارا راه ما نعاودش لكم. وهادشي اللي كاين، السلام عليكم، ونتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بصحه جيده، وتلقاكم يعني بصحه جيده، ويدخل عليكم هاد العام يعني بكل ما تمنيتوا ان شاء الله. بيزو، تهلاو فراسكم، ما تنساوش لايك واشتراك وكومونتير. واللي بغى تواصل معايا تدخل عندي الفيسبوك وتدير لي ابيل ديريكت، ما كاين حتى مشكل. بيزو.